is ijma' of the Salaf, and that if you, someone does it, they become khariji, mubtada. Now, that claim has, I think, has been refuted. الدعاء لولي الأمر الدعاء للبلد ومن فيه بالخير والصلاح والأمن والاستقرار والطمأنينة هذا يدخل في النصيحة ومن معاني النصح محبة الخير للغير هذا من معاني النصح ومن علامات محبتك للخير للغير أن تدعو له قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قال لمن سمعنا عرفنا نعرف الحديث جميعا قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته لما نرجع إلى شرح هذا الحديث نجد أنهم نصوا على أن الدعاء لولاة الأمور من, 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 من صور النصيحة والإمام البخاري رحمه الله له عقيدة مختصرة جدا موجودة في بعض كتب السنة المسندة وذكر في هذه العقيدة أنه التقى بأكثر من 1000 عالم من علماء السلف في بغداد وفي الكوفة وفي البصرة وفي العراق وفي الحجاز وفي غيرها فلم يجدهم يختلفون في عدد من المسائل ذكر 10 مسائل أو 9 ثم ذكر المسألة الأخيرة مسألة الدعاء للسلطان والدعاء لولي الأمر هو في الحقيقة دعاء لولي الأمر ودعاء للوطن كله لأن ولي الأمر هو الذي يدير هذا الوطن وهو الذي يرعاه بعد رعاية الله عز وجل فصلاح ولي الأمر صلاح للوطن ومن فيه كما أن فساد هذا الوالي فساد للوطن ومن فيه ولهذا نص العلماء بعد نصوا على أن إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إذا رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة طيب إذا كان الشخص ما يدعو للسلطان قال فاعلم أنه صاحب بدعة لأن السني في قلبه النصح في قلبه الخير محبة الخير لجماعة المسلمين أما المبتدع لا يريد الخير لجماعته فقط لحزبه فقط من أجلهم يسعى فقط في قلبه الغش لجماعة المسلمين الذين ليسوا تحت جماعته وحزبه فمن علامات السني علامة صاحب العقيدة الطيبة الصحيحة أن لسانه منطلق بالدعاء بالصلاح وبالخير لولي الأمر لوطنه لشعبه ثم أيها الإخوة بلاد المسلمين هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أوطان فإذا نحن سعينا إلى مصلحة بلدنا وهل مصر سعى في مصلحة بلدهم وهل تونس سعى في مصلحة بلدهم وهل المغرب كذلك وهل العراق كذلك وهل اليمن كذلك ما النتيجة؟ نتيجة صلاح أحوال المسلمين في الأرض كلها مثل لما نريد نصلح مجتمعنا أنا أصلح نفسي ثم أصلح أسرتي وأنت تصلح نفسك ثم تصلح أسرتك وهذا يصلح نفسه ثم أسرته النتيجة ما هي؟ صلاح المجتمع